ماما عاملة جولة بالقصر لكنتها، وهلا رايحين على النادي. ليك على هالحالة اللي وصلنا له، مو معقول شو بتهتم بالصحافة. اهدي شوي، إذا من أول يوم معصبة هيك، معناتها شو رح تعملي بس ينتقلوا على البيت؟ أساسا أنت بتعرفي إنه هيك رح يصير. مزبوط. بس ماني عارفاني كيف رح أتحمل هالوضع. عملي مثل ما قلت لك وخلينا ننتقل أحسن. ما حزرت، ما رح أترك البيت. هي اللي بدها تنقلع من كل حياتنا، بكرة رح خليها تشوف من هي بانا. منيح، لكان بترجاكي ما تدخليني بينك وبينها. المسا كلياتنا رح نتعشى سوا. على كل إن أنا تعبان كثير وما رح أقدر. ليش؟ شو مانك قدران تشوف جميلة بجنب بدر؟ تعرف؟ أحسن لك تتعود على هالمنظر، يعني جميلة صارت مرت أخي. رجاءً هاي السخافات لا بقى تعيديها، أنا من زمان نسيتها لجميل. وأنت كمان إيمي، هي الأفكار من راسك، مو معقول كل ما شفتيها بدك تطوشي راسي بسيرتها. كل نهارك جميلة جميلة جميلة. أصلاً أنت ما بتعني لها لجميلة أبداً، حبها الكبير كان لمهند مو أنت، هو لحتى ينقذها. خلاص بكفي. مثل ما بدك مؤيد، طالما أنت ما عندك مشكلة لا تخليني روح على البيت لحالي. ماشي، بس عندي شرط أنك تكوني هادية وما تعصبي. بعد في مليون مشكلة براسي، ماني فاضي لهالقصص. ماشي، رح خليها تندم على الساعة اللي اجت فيها على القصر. لسه ما وصل الميل؟ يعني من الصعب تلاقي قائمة بميت موزع يا إلهام بيك؟ إيه؟ مزبوط، طبيعي هالشي لأنه مستحيل يقدر يجمع كل هالناس بهي الفترة القصيرة. لا لا تبعتوهن على الإيميل، جيبوهن لعندي. كنت متوقع هالشي. ممكن تاخذي لي موعد مع أونجو فورا؟ أمين بيك برات البلد مؤيد بيك. إيه معناتها اتصلي فيه. رح اتصل فورا. يا شباب، سجلت كل طلبيات الأسبوع الجاي، بس في شوية تعديلات. لبين ما يتحسن أبي بدكم توزعوا حسب هاي القائمة. ما بدي أغلاط بالشغل. بتروحوا على المناطق اللي محددة هون وبس. ماشي، تكرم عينك يا مهند. رح لكم شو هي المناطق. هذا أول خط توزيع رح تتوجهوا عليه، خط كديكوي كلامش. والتاني رح يكون مركز وجهة موضة. الدفعة التانية بتوزعوها كلها هون، وبعده طريق شارع بغداد. انتبهوا، ما بتعطوا أي زبون زيادة عن اللي أنا محدده. رجاءً ديروا بالكم منيح على البضاعة، أي غلط بيخرب لنا كل الشغل. راح أعتمد عليكم. ماشي؟ ماشي، انت لا تعتمد. والخط الأخير أسكودار. ماشي. طيب، في عندكم أي سؤال؟ لا لا، كله تمام. ماشي، مع السلامة. ليش ما عم ترد علي؟ رجاء رد، لازم نحكي ضروري. بنصحك لا تطلعي لبرا، ما راح تلاقي بوشك غير الكاميرات. اهلا وسهلا عمر بيك. اهلين فيك. ما راح سامحك بحياتي على هالليله اللي عايشتنا اياها يا بدر. بلا، انت قلبك كبير وبيسامح. شوفوا شو راح ننبسط بالشهور الجاي. بس ما بعرف اذا انت راح تكون موجود. بكفي بقى، لاخر مره بنبهكم.
هلأ كل العيون مفتحة علينا، مو معقول يضل بالنا مشغول بالصحافة. يلا كملت، السيد عمر إجا، استعدوا لغلظاته. هلأ حلوت السهرة، بلا جميلة ما بتسوى شي. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. أهلا وسهلا، كنا ناطرين جيتك لحتى نرفع كاس. وانتي كمان حبيبتي. جان قطمان أوغلو مو هون؟ لا، مثل ما لك شايف هذا عشاء عائلي، يعني جان بضل قطمان أوغلو. يلا لكان، ادعو تضل كل أيامنا فرح بصحة العائلة. بتعرفوا عن جد طالعين مثل العيلة الوحدة. تصبح على خير. تلاقوا الخير الله معكم. يعطيكم العافية. مهند ليش ما عم ترد علي؟ رجاء رد، لازم نحكي ضروري. مساء الخير. مساء النور زينب. انشغل بالي على عمو سامي، كيف صار؟ بابا بخير، منيح، وان شاء الله مع الوقت رح يصير احسن. خلص التحقيق وما اتهموا حدا، ما هيك؟ لا والله ما حضر التحقيق، لساته مفتوح، بس المهم طلع بابا بريء وما عليه شيء. تعرفي يعني بابا بحياته كلها ما اذى ولا وحتى نمله صغيره، واكيد مو معقول يجي اخر حياته ويقتل. وانت وضعك على حاله ما هيك؟ ايه طبعا. ايام صعبه. ليش امتى كانت سهله؟ الله يجيرنا من الأسوأ زينب. مهند،